السلام عليكم، معكم عبد الرحيم محجوبي، فنان مغربي مقيم في أمريكا. اللي بغيت نقول للمغاربة في الظروف ديال كورونا، خليك في دارك، تحمي راسك وتحمي بلادك، وباش ما يكونش الملال والفراغ، هذه واحد ثلاثة الأفلام قصيرة ديالي تصورات في أمريكا وفي المغرب، ونتمنى تعجبكم. وما تنساش خليك في دارك. دابا منين شريت هادي غيولي عندي زهر بزاف. انتوما يا قاع واخا تكونوا شوف الله يلاه بيت مال هذاك اش كون كنلعب برا كاع ما طرا هاد المشاكل هادي. على السلامه، واخا تكوني مشيتي للشينوا مال حبيبتي عاوتاني كما دويتي مع المغرب. المشاكل ديال المغرب راه ما كيتقاداوش ما كيساليوش نهائيا. عندك الحق اصاحبي، والله ما كيساليو بالله. خلينا في الماتش. لا ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عطاوني تيكيت باركينغ تيكيت. اول شي راه بزاف 6 ديال التيكيتات في شهر واحد. وصافي غير برد، غادي نتعاونوا ونخلصوهم. اش من برد ولا سخن، واش انا باقا خدامه على التيكيتات وعائلتك؟ انا ما عندي زهر. رانا اللي ما عند بابايا زهر تحت فهاد التصيله هادي العوجه. هاي 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 على عفت الرجال. ياك المعكازه يا المنافق. على خير يا ما وليتي تقولي لي المنافق. اذا انتهت الحياه بيني وبينك، وجمع شطايطك وخرج على برا. راه انت مطلقه 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 صاحبي. انت شي صاحبي صاحبي لا انت اللي راجع. انت اللي راجع. شو ما 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 ش